صباح الخير أو مساء الخير يا برج العقرب. القراءة العقد، قراءة المراية اللي تعودنا عليها من الشهر اللي فات. طاقتك حاليا يا برج العقرب، أنت في حالة الرحيل أو التأهب للرحيل. بعد كده أنت خارج من علاقة، بالظبط خارج من علاقة، وممكن تكون في حد مقدم لك عرض وأنت بتقوله لأ، ولو سمحت انا مش عايز عرضك ده، لان انا يعني الابرز، انا مش اي حد. ممكن يكون العرض ده مثلا عرض ما يليقش بيك، او ممكن تكون لك علاقه قديمه وحد بيحاول يرجع يعني العلاقه مره تانية، وانت رافض تماما الصلح وبتقول لا شكرا كده اكتفيت. طيب مشاعر الشريك ايه ومشاعرك ايه؟ واو دي الحرب صح؟ احنا هنبدأ حرب، برج العقرب هيخش في الحرب دلوقتي. شايفك ازاي؟ انت شايفه ازاي؟ شايف العلاقة دي ممكن تروح على فين؟ والنصيحة. طيب مبدئيا كده يا برج العقرب، انت نبدأ بمشاعرك ولا مشاعره؟ عموما الاتنين هيموتوا بعض، يعني لو سيبناهم كده شوية هيموتوا بعض، لازم نعمل حاجز كده، في حرب هتقوم. الكوين اوف وندز شخصية مغرورة، واحيانا بتبقى، مش احيانا، غالبا بتبقى شخصية باردة، وبتعامل الناس باستعلاء، ودايما دايما دايما تحب تمشي كلمتها على اللي قدامها من الاخر كده، مسيطرة، وممكن تكون تحب تمشي اللي معاها على مزاجها، يعني كلمتي انا اللي هتتنفذ بكل بساطة، وما عندهاش حاجه اسمها مثلا حاجه تمشي مش على مزاجها، مثلا علاقه مثلا تخرج، ما هي اللي تخرج مش الطرف اللي قدامها اللي يمشي بكل بساطه. ممكن تكون بيظهر كده ولكن بداخله شيء اخر، ولكن في الظاهر ان مشاعره حاليا هو زي ما يكون، انا مش عايزه اقولها من دلوقتي، ولكن الشخص ده ممكن يكون مقدم لك عرض مصالحه، وواثق من نفسه قوي انك هترجع له، عشان كده الاثنين اوف وندوز. اصل لو واحد بيقدم عرض مصالحه بالشكل ده، يبقى ده شخص ضامن الشخص اللي قدامه، ضامن ان هو مثلا هيرجع، او بس بيعمل الحركات دي وهيرجع. ليه بقى بقول لك كده؟ لان انت الامبرس، سوري امبرس ايه؟ الامبر. وبرده هنا ده انت ايه ده؟ ده انت فوق واحنا تحت يا اخي. انت مصدر لي وش ان ده قراري الاخير وهمشي، يعني همشي. الشخص ده مسيطر عليك، بيقول لك تمشي تروح فين؟ انت بتاعي. تقول له انا تعبت، يقول لك مش حاجه اسمها تعبت، لما انا قرر تمشي انا همشيك. فانت بتقول له لا انا خلاص موتت كل حاجه بداخلي تجاهك، خلاص انا ماشي بجد، انا مش بهزر، انا مش بلعب معاك عشان اقول لك كده، انا مش بهزر، انا همشي، ويوم همشي مش هرجع تاني. من الاخر على فكره ممكن تكون كمان دي طاقته، خلي بالك ممكن تكون دي طاقته، ما بقول لك هو واثق من نفسه قوي، هو اعتبرنا دي طاقته، هو واثق من نفسه قوي، زي ما يكون بيتفرج عليك وانت ماشي. يعني مثلا انت بتقول له انا همشي وهروح اتجوز وهشوف حياتي، فهو قاعد كده يقول لك وريني بقى تعمل ايه. يا اخويا كل مره تقول لي الكلمتين دول وبترجع عادي مفيش حاجه، هو بيقول كده. ممكن تكون انت اتعاملت معاه بسهوله في الاول، هو شايفك، بص بقى شايفك، عشان اقول لك، مش بقول لك شايفك ان انت اي كلام، شايف ان انت شخص بتقول كلام ما انتش قده، وانك مش بتهزي بالكلام ولكن بتقول كلام عبيط. يعني عايز اجيبها لك ازاي؟ لما بتزعل من حد بتطلع اللي جواك وخلاص، يعني مثلا لما تقول له انا ماشي يبقى ده انت بتهدده مثلا، او انت بتقول الكلام ده بس عشان ايه؟ عشان تلفت انتباهه، عشان يرجع لك مره تانية. هو شايفك كده، شايفك ان انت طفل، طفل في كلامك، بتهدد على طول بانك ماشي وما بتمشيش. انت شخص عادي اللي هو ما انا اتعودت عليك، اللي هو مثلا في اخر كل مكالمه طب والله العظيم انا مكلمك تاني، تمام، الصبح تصحي الصبح تقول لي ازيك عامل ايه؟ انا افطرت ولا لسه؟ عشان كده هو واثق جدا،
واثق جدا من مشاعرك. خلاص انا ضمنتك، انت عايز ايه اكتر من كده؟ انا ضامن ان انا هروح اجي الاقيكي، بمعنى ادق يعني. انت شايفه بانه عايز اجيبها لك ازاي؟ برضو اتاكد برضو من حاجه، ممكن تكون انت شايفه ان هو فور بانتكلز، زي متأكد فور بانتكلز، ممكن تكون انت شايف ان هو ايوه. بص يا برج العرب، انت فعلا كنت بتحبه قوي واديته فرص كتير جدا، وشايف ان هو خلاك انت تمشي من هذه العلاقة. انت شايف ان هو كان استقرار، كان العلاقة دي كان فيها استقرار، خلاك متعلق معاه في علاقة. والشخص ده ممكن يكون كان بيمشي ويسيبك كتير، بالظبط كده، الشخص ده كان بيمشي ويسيبك كتير، ويسيبك بقى متعلق، اللي انت عارف تروح يمين ولا تروح شمال. طب انا مثلا هتخطبني اخر السنة ولا مش هتخطبني؟ طب انت رايح تشوف عروسة ليه؟ ما انا معاك كده. فخلاك مش عارف هي العلاقة دي فيها استقرار ولا ما فيهاش استقرار، بكل بساطة خلاك متحير، خلاك مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، في ايه، انا متعلق في العلاقة دي ليه بالظبط. هو شخص اللي في دماغه بيعمله، وخلاك هو كان بيرحل على طول ويسيبك بقى متعلق. انت بتشوفه كده، بتشوف ان هو بيرحل ويسيبك متعلق معاه، وتفكر بقى، تفضل تفكر بقى، وان العلاقة دي كان فيها استقرار. هي كان فيها استقرار ممكن، او ان هو ممكن يكون الشخص ده، ركز معايا بقى، رحل لعلاقة تانية وسابك متعلق في ذكريات القديمة، وانت خدت قرار ان انت تمشي وتسيبه. اي باي بقى، مش انت رحت لعلاقة تانية؟ بالظبط كده، مش انت رحت اتجوزت؟ ممكن يكون الشخص ده اتجوز او خطب، بالظبط كده، الشخص ده اتجوز او خطب او ارتبط لحد تاني. قلت له ايه ده؟ يا نهارك ازرق، انت رحت ارتبطت واتجوزت وانا موجودة؟ ما انا بحبب معاك ايه؟ طب بص يا عم، في 60 داهية، يلا يا عم، وقررت تمشي، لانه بيسيبك متعلق ويرجع عارف ان انت بترجع بسرعه، بتقول كلام في الهوا واي هاتش، وهتقول هرجع بس مش هتقدر تسيبني، انت بتحبني بالظبط، انت متعلق فيا. لذلك الخطوه اللي هياخدها الشخص ده، هيرجع تاني يقدم لك البيج اوف كابس. بيج اوف كابس مش عرض كبير، هو عرض مش عايز اقول عبيط، بس هو عرض كده اللي هو ايه، ازيك عامله ايه يا ستي، مفيش حاجة وبتاع، أنا بحبك أنت، أنت اللي في القلب. الشخص ده، وأنا هتأكد دلوقتي، الشخص ده ممكن يكون بيضحك عليك، يروح يعمل علاقة مع طرف تاني كاملة بقى، اللي هو هتجوز وهخطب، ويجي يقول لك والله بحبك، والله ما في غيرك في القلب. بس الشخص ده زي ما قلت لك، الشخص ده هو عارف ان انت بتحبه قوي، وان انت من غيره بتبقى حالتك كده تعبان، وانت فعلا بتبقى كده، لما بيسيبك ويمشي بتبقى مش عارف تنام، وعارف ان انت بتحبه ومالي ايده منك قوي، وعارف انه لما يجي يقدم عرض هتقبله، ودايما دايما 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 بيجري منك، بيخرج من العلاقة ويجي تاني، يخرج من العلاقة ويجي تاني، ويقفش على مشاعره كده وما يدكش منك حاجة. اهو شخص ما بيبينش مشاعره اصلا، بارد، شخص بارد، الشخص ده شخص بارد، يتعامل ببرود، بيتعامل مع المشاعر ببرود. فهو هيجي كده بطريقة بحيلة معينة، يجي يقول لك ايه، ازيك، والله ما حصلش حاجة يعني، انا بس يعني عيني زاغت كده على حد ورحت اشوفه وبتاع، لكن هو عرض مش كبير، وممكن يكون كلامه مش صادق، وعلى فكرة انت عارف ان هو مش صادق. الشخص ده عارف ان انت من غيره بتتعب، وبيرجع على هذا الاساس، بيرجع على اساس ان انت بتقبل العرض ده. صح كده.
بالظبط بالظبط. بص يا برج العقرب، انت لما يجيلك بالعرض ده انت هتشعر بان كيس الحب اللي هو مقدمه ده فيه خداع. بالظبط زي اللي انا قلتهولك كده، هتشعر بان كاس الحب ده وهمي. انت كذاب، انت شخص كذاب، انت بتضحك عليا. انت بتروح تعمل علاقات تانية وتجيلي وقت ما العلاقة التانية دي تفشل، او لما تزهق من مراتك ترجع تكلمني، بس انا مش هسكت لان انت قافل علي عليه. فانت في قرارة نفسك عارف ان هو شخص كذاب. هتعمل ايه بقى؟ هتلف وشك الناحية التانية وهتعاند وهتفضل منتظر انك الموضوع ده يا ينتهي لوحده يا يخلص بقى خالص. بس ده اللي انت هتعمله، لكن انت مش هتبص للعرض ده خالص نهائي. انت عارف ان في خداع في الليلة دي كلها. الشخص ده بيجي وقت ما يحب، بيمشي وقت ما يحب، بيجي للغرض ايه هو الله اعلم، الله اعلم. ممكن تكون يعني شخص متزوج، ممكن يكون شخص متزوج، لان يعني احنا عندنا هنا عندنا الامبرس. لو انت راجل فهي متزوجة، اوكي، ووقت لما تزعل من جوزها بتروح مكلمك بتقول لك انا بحبك وحشتني، وانت بقى بتروح انا كمان وبتاع، فانت خلاص زهقت. ايه يا عم ده، عملت كل شوية تيجي تقدم لي عرض عبيط وهبل. ده واحد بيجي يهزر على فكرة لعلمك، ده واحد بيجي يهزر، عرض مش كبير، ده كوباية فيها سمكة، واحد جاي يهزر، جاي تهزر، فهتقول له لا يا عم شكرا، وتنتظر الى ان الموضوع يمشي بقى مع نفسه، ينتهي مع نفسه. وانت معاند، هتعاند على فكرة، هتعاند، هتبص قدام وعارف ان كاس الحب ده كاس كذب وخداع. العلاقة هو شايفها بينكو ازاي؟ شايفها ال two of swords. اوكي تروح ساندس، او ممكن تروح بيكو على فين تروح ساندس. العلاقة دي فيها وجع قلب وفيها فيها وجع قلب، في طرف وجع التاني، وفيها طرف تالت على فكرة، فيها طرف تالت لا محال. وهو بيجي عندك يتشافى، الشخص ده بالظبط هو بيجي عندك يهزر ويهرب، هو بيعتبرك ان انت الهروب، الملجأ بتاعه. بالظبط، انا لما احب اهرب اروح مثلا عند فلان، لما احب اهرب من جوزي ومشاكل العلاقه اروح اهرب عند مثلا فلان مثلا. فهو شايف ان العلاقه دي فيها طرف ثالث، وهو محتار، هو محتار على فكره، هو مش عارف ياخد حاجه، وهو عايز يخلص من حاجه، في حاجه وعايز يخلص منها. بس هي فيها وجع قلب، العلاقة دي فيها وجع قلب، فيها وجع قلب لكل الأطراف، كل الأطراف. أنت شايفها علاقة خسرانة، ملهاش أمل، بايظة من كل نواحي، بايظة علاقة، مفيش أصلا، مفيش أمل في العلاقة كلها. شايفها إن فيها خداع، خداع. أنت كنت بتقولي بحبك، أنت كذاب، شخص خدعتني، كان في طرف تالت، في طرف تالت، او في طرف تالت، سواء اكتشفته او انت عارفه بقى ان في طرف تالت، عارفه ان ليه زوجه، وكان بيقول لك مثلا هطلقها، ما طلقهاش ولا حاجه ولا اي حاجه، فيها خداع. نصيحتك ابعد الشخص ده عنك، ابعد الشخص ده عنك يا برج العقرب. الشخص ده هيجيلك يقول لك وحشتني، عامل ايه؟ ايوه علاقه ثلاثيه، اخر كارت علاقه ثلاثيه. الشخص ده مش هيسيب الطرف الثالث، لو قال لك انه هيسيبه مش هيسيبه، خلاص تمام. والعلاقه دي مليانه طعن في الظهر، مليانه خيانات من الاخر. بيقول لك امشي، تقدم للامام، انت مأزم نفسك، انت عامل لنفسك ازمه. العلاقه دي فيها ازمه، انت اللي حاطط نفسك في الازمه دي. واحد ومتجوز، انا هبقى معاه ليه ان ما كانش هيطلق مراته؟ خلاص، انما بقى اجي اتسلى معاكي؟ لا، ما بنتسلاش. وانت في بدايه الطريق اهو، خلاص امشي بقى، سيب بقى امها خالص، دافع
بعيد وقول له هش امشي. العلاقة دي اذيتك جامد، اذيتك نفسيا، ان لو استمريت فيها هتبقى كده، مش هتبقى العلاقة خسرانة، علاقة خسرانة بالطول بالعرض خسرانة. الشخص ده بيكذب عليك، بيقولك بحبك ومش بحبك، ده شخص بيسحر الناس، بيسحرهم بكلامه بأفعاله، يدخل بقى بالدور والحنجل والمنجل والحاجات دي، لكن هو في قرار نفسه مش ناوي على حاجة، مش ناوي على أي حاجة. نشوف كده يعني النهاية بتاعت العلاقة دي ايه. شهر 8 يوم العقرب، ورا ما بيخرج منه نهاية جواز. نو اه طبعا. بص يا برج العقرب، انا هاخد الورقة دي قصدي بقى اهو عشان تتفائل. امشي، انهي الماضي، العلاقة دي اكس، اقفل. جاي لك عرض جواز مباشرة، وحد بيحبك قوي من الاخر، ممكن يكون الشخص ده موجود في حياتك وعارض عليك الحب اصلا، وانت اللي معلق روحك في علاقة بايخة بايخة، شخص يعني مش عايز اقول لك بيستمتع بان انت في حياته كده من غير حد، شخص مش هيقدر اصلا يجيلك ومش هيقدر يربط نفسه معاك، سواء كان متزوج او غير، بس في طرف تالت في العلاقة ممكن تكون انت مش عارف. دي لك عرض جديد، عرض جواز، انهي القرف ده، انهي، ارحل. الشخص ده بيضحك عليك، قدم لك عرض ارفض، امشي، سيب الكوبايات، سيب الكوبايات كلها عادي. كنا مثلا معاه في علاقه وكنا بنحبه، اهو مش مشكله، العلاقه دي بايخه، انت جاي لك الاربع عصيان كله، بواخ، بيه بواخ من الاخر. الشخص ده كان معلقك معاه، يروح يستقر في حتة تانية، متزوج ممكن، وده متأكدة منه يعني، ويسيبك انت ما بتنامش الليل، معلقك، ما هو ضنك، ضنك ليه برج العقرب؟ طب وعلى ايه يا حبيبي؟ ضمني، ضمني ايه؟ تضمن في عينك، تضمن في عينك، ضمني في ايه؟ لا يا عم انا ماشي، شايفك عيل صغير، كلامك ما بيتحققش، بس انت واخدها جد اهو، كمل بقى، كمل عشان في حاجات حلوة جاية اهي، يلا يا عم، مبروك. يا رب برج العقرب تكون القراءة عجبتكم، وإن شاء الله هيبقى فيه قراءة للمنفصلين لبرج العقرب في فيديو لوحده فيها كل الأبراج عشان المنفصلين